شكرا للزملاء واهلا بكم في النشرة الرياضية. قام سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس اللجنة المنظمة العليا للجولة العالمية لكرة السلة 3-3 بزيارة إلى الموقع الذي ستقام عليه الجولة العالمية التي ستطلق يومي 16 و17 نوفمبر الجاري بالمرفأ المالي بمنطقة المنامة، وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين وممثلي الاتحادات الدولية والاتحاد البحريني لكرة السلة والشركات الراعية ووسائل الإعلام. سموه قام بجولة تفقدية في أرجاء الموقع الذي سيتم تشييد ملعب خاص عليه ومدرجات وجميع الخدمات والمرافق الإدارية والخدمية، وذلك لاستضافة الجولة العالمية لكرة السلة 3-3 التي ستقام لأول مرة على أرض مملكة البحرين، حيث اطلع سموه على آخر ما وصلت إليه مراحل العمل والإنجاز في المشروع، واستمع إلى شرح مفصل حول ما سيتم تشييده خلال الفترة القادمة. مثل ما تعرفون هاي جولة مهمة راح تحتضن أول مرة لمملكة البحرين، وإحنا يعني الكل نشتاط لإقامة هذه الفعالية في مملكة البحرين. مثل ما تعرفون هذه جولة عالمية للورلد تور، وهذه يعني أكبر فئة من ناحية الورلد تور وكرة السلة 3-on-3. فبالعكس يعني بيون نجوم عالميين وفرق على يعني على مستوى كبير من ناحية 3-on-3، فالكل مستعد والكل الحمد لله نشوف الاستعدادات قائمة على قدم وساق لتنفيذ الاحتفال ذي إن شاء الله. فبالعكس يصيرنا بعد تواجد الإخوان في جميع الجهات اللي متعاونة ويانا، فالكل يعني مستعد لهذه الفعالية الكبيرة. ما في شك الله يسلمك أن مثل هذه الأحداث الكبيرة اللي طبعا نظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة حدث جدا كبير، والهدف أنه لما الله يحفظه سيدي سمو الشيخ خالد قرر ووافق على استضافة أحد الجولات في مملكة البحرين أن احنا ننشط السياحة الرياضية. فالحدث راح يلقى إن شاء الله متابعة كبيرة من متابعين محبين كرة السلة، وخاصة لعبة 3-3 لها جماهيرها ولها متابعينها بشكل كبير، فبيكون ترويج لمملكة البحرين ترويج جدا كبير. وأيضا هذه فرصة أن في لاعبين كبار يزورون البحرين، وعندنا ما شاء الله كرة السلة في البحرين كرة يعني رياضة جدا متطورة ولها عشاقها وجماهيرها، وأعتقد أن تكون فرصة أن يشوفون اللاعبين الكبار في هذه اللعبة أن موجودين نخبة من أبطال العالم موجودين هنا ويتنافسون في مملكة البحرين. اختار منتخبنا الوطني لكرة اليد أن يكون في المجموعة الرابعة في البطولة الآسيوية 21 للرجال لكرة اليد، والتي من المقرر أن تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 11 ولغاية 22 يناير من العام المقبل. جاء ذلك خلال مراسم حفل القرعة الذي أقيم في فندق ويستون سيتي بالعاصمة المنامة، وبحضور سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا، وعدد من ممثلي الاتحادات الآسيوية المشاركة في البطولة. وبحسب نظام القرعة فقد اختار الاتحاد البحريني لكرة اليد أن يكون في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات الإمارات، هونغ كونغ وكازاخستان، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر، الكويت، عمان والصين تايبه. أما المجموعة الثانية فضمت إيران، كوريا الجنوبية، الصين ونيوزيلندا. وضمت المجموعة الثالثة منتخبات السعودية، العراق، الهند واليابان. واصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تحضيراته البدنية والفنية استعدادا لملاقاة نظيره اليمني ضمن التصفيات المزدوجة والمؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وذلك يومي 16 نوفمبر الجاري في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية. التدريبات شهدت مشاركة 15 لاعبا وأقيمت على الملاعب الخارجية، وخاضوا اللاعبين الذين مثلوا أنديتهم في اليومين الأول والثاني من المسابقة من مسابقة دوري ناصر بن حمد في جولتها السادسة، فيما من المنتظر أن ينضم 15 لاعبا آخرا للفريق لتكتمل بذلك الصفوف قبل المغادرة إلى أبها السعودية.
حياكم الله في تجمعنا. مثل ما قلت مرحلة جديدة ومرحلة أهم مرحلة بتمر علينا إن شاء الله. إحنا نشوف أن البداية هي تكون نتعامل بقوة مع المرحلة هذه على أساس أن ناخذ الأولوية في الفوز حق المباراتين الجايين. عندنا معسكر داخلي في الخليج إن شاء الله ننتظم فيه من اليوم لغاية المغادرة إلى أبها. بنطير أبها بنلعب تمرين واحد هناك تاريخ قبل المباراة بيوم، وبنلعب مباراتنا تاريخ 16 وإن شاء الله نتوفق فيها. طبعا بنرجع بننتظم في معسكر داخلي نفس معسكرنا بيكون متواصل إلى غاية 21 اللي هي مباراة الإمارات. نطالب الشارع البحريني والشارع الرياضي والجمهور بدعم المنتخب في هذه الفترة والحضور ما دام هي المباراة على أرضنا وجمهورنا، إن شاء الله نستفيد من العامل إن شاء الله. Buenas tardes. Sí, la verdad que empieza la parte competitiva realmente con partidos ya oficiales que tienen mucho significado de cara al futuro. Así que estamos muy contentos con lo que hicimos en estos tres meses. El hecho de haber jugado partidos amistosos, de haber estado en concentraciones, nos permitió conocernos muy bien. Estuvimos viendo prácticamente todo el campeonato local. Y en base a eso estamos con mucha confianza de cara a lo que viene. مساء الخير. اكيد انا معك. اهم مرحله من وقت تولي للمنتخب مرحله التصفيات. سعيدين جدا بعملنا، اخذنا مباريات وديه واستفدنا منها كثير وكمان المعسكرات، ولذلك سعيدين كثير وواثقين في عملنا لمباريات التصفيات وكاس اسيا ان شاء الله. Sí, es un equipo que ha clasificado, que ha pasado la primera fase, que ya tiene un ritmo de juego. Hace algunos días que están trabajando ya en la altura, que es donde se va a jugar el partido. Y son todos los partidos de eliminatoria son difíciles porque hay un contenido emocional que influye y hay que tratar de adaptarse a esa situación. أكيد تابعنا منتخب اليمن. منتخب اليمن تأهل بالمرحلة اللي قبلها، وهلا صار لهم معسكرين أكثر من 10 أيام فوق، فهن متعودين شوي على الجو وعلى المناخ. نحن نحترم كل المنتخبات ولذلك متحضرين لهم بأفضل الطريقة. وقع رئيس نادي الخلدية محمود جناحي ورئيس نادي ونرز لكرة القدم فواز بن حمد مذكرة تعاون بين الجهتين، وذلك لاستقطاب 5 لاعبين من نادي ونرز إلى نادي الخلدية للانضمام إلى صفوف الفئات العمرية. تفاصيل عفا في التقرير التالي. تعاون ذو طابع جديد يدخل كرة القدم البحرينية بين الأندية والأكاديميات ليثبت الجميع الرغبة الواضحة والعمل الدؤوب للارتقاء بكرة القدم في مملكة البحرين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي وتوقيع مذكرة تعاون بين رئيس نادي الخلدية محمود جناحي ورئيس نادي وينرز لكرة القدم فواز بن محمد. وأسفر هذا التعاون على استقطاب 5 لاعبين موهوبين من نادي وينرز لكرة القدم للانضمام إلى صفوف الفئات العمرية بنادي الخلدية بدءا من الموسم الرياضي الجاري. بداية حاب أشكر أكاديمية وينر على تعاونهم بتزويد نادي الخلدية ببعض المواهب اللي اليوم موجودة في الأكاديمية. مثل ما أنتم عارفين نادي الخلدية حديث التأسيس، ففي طور إنشاء أكاديميات وفئات عمرية، فاتجهنا اليوم حق الأكاديمية اللي اليوم عندهم عمل مميز وعندهم لاعبين ممكن إن شاء الله بالعمل في نادي الخلدية يكونوا نجوم المستقبل في الكرة البحرينية إن شاء الله. تتميز الأكاديميات بصقل المواهب وتأسيسهم، والشراكة بين الأندية والأكاديميات تحقق الإضافة لمستقبل الرياضة في مملكة البحرين وخصوصا الفئات العمرية. هذه المناسبة نشكر فيها نادي الخلدية، الأستاذ رئيس النادي محمود جناحي ما قصر والطاقم أيضا معه، دعم لأكاديمية محلية تطمح لتوصل إلى أمور أو مناصب خلينا نقول عالمية، وهذه تصير بالتعاون. ما في أحد راح يقدر يوصل بدون ما هو يتعاون مع المؤسسات اللي موجودة في الدولة. فاليوم نادي الخلدية هو مثال لوضع آلية احترافية، في 3 سنوات حقق 3 بطولات، فهي يبين لك أن الإدارة ماشية على خطة صحيحة. اليوم تركيزهم على الفئات السنية صار بناء عليه توقيعهم مع نادي وينرز، ان وينرز يوفر لهم نجوم
يقدروا يعتمدون عليهم الفئات السنية. وإن شاء الله الفريق الأول 5 لاعبين تم توقيعهم اليوم وانتقالهم إلى نادي الخالدية. أيضا راح يكون في لاعبين أكثر بإذن الله ومشاريع مختلفة مع نادي الخالدية ونوادي أخرى بإذن الله. التعاون بين الأندية والأكاديميات له إيجابيات كبيرة ستظهر في سنوات قادمة، والمبادرة التي قام بها نادي الخالدية وأكاديمية وينرز ما هي إلا شرارة البداية نحو جيل جديد من لاعبي كرة القدم في مملكة البحرين.